على الأخبار من النهار اليوم، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا كنسيا رفيع المستوى يضم البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية واثني عشر من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية. وأكدت مصادر أن اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة النسيج الوطني. أعلن مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رحب بالتعاون مع مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار لمدة 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الاقتصادي للحكومة. وذكر المجلس في بيانه أن بعثة من الصندوق الدولي ستبدأ بعد غد مباحثات دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأعرب المجلس عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية. تبدأ معامل الحاسب الآلية التابعة للجامعات من اليوم وحتى الاثنين المقبل في تسجيل رغبات المرحلة الأولى من التنسيق بإجمالي 127,413 طالبا وطالبة، على أن يكون الحد الأدنى لشعبة علم علوم هو 96.6% ولشعبة علم رياضة 92.7% والشعبة الأدبية 80%. انطلقت اليوم المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة وحتى الاثنين المقبل، فقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني وموقع بوابة الحكومة المصرية في تلقي وتسجيل رغبات الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق البالغ عددهم 127,413 طالبا وطالبة، منهم 26,970 بشعبة العلوم و 19,927 للرياضيات و 80,516 بالقسم الأدبي. وسيقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بمختلف الجامعات وفقا لشرائح المجموع اليومية بحد أدنى 396 درجة بنسبة 96.6% للعلوم و 380 درجة بنسبة 92.7% للرياضيات و 328 درجة بنسبة 80% للأدبي. هذا ورافقت كاميرا النهار اليوم بعض الطلاب في محافظتي الإسماعيلية والبحر الأحمر خلال اختيارهم للكليات. حط الملف بتاعي النهارده من مدرستي في الثانوية العامة بعد ما انهينا العام الدراسي. حصل اي نعم فيه شوية مشاكل وحاجات زي كده، بس الحمد لله عدت على خير. كل واحد على حسب درجة اجتهاده هينول مجموعه اللي في نفسه. جيت ورغبتي ان شاء الله في كلها كويسة زي ألسن. النهارده جيت رحت المدرسة الصبح بدري، سحبت الملف بتاعي النهارده من المدرسة ورحت سمعت ان مكتب التنسيق فتح، فرحت انسق الكلية انا اهوت، وحبيت اجي بدري علشان الحق اقدم الرغبات قبل ما تتزحم. وكتبت ان شاء الله اول رغبه هتبقى تجاره انجلش، وبعدها كليه تجاره عربي. جايبه 93% وعايزه اخش ألسن، يعني كاتبه حاول اكتب عين شمس واسماعيليه وكذا حاجه يعني، ف شايفه اللي هو هنا حلو في ان هو في كذا كليه في كذا فرع، في ان هي لو ما جاليش مثلا القاهره يجي لي اسماعيليه يجي لي اي حاجه ثانيه، لو ما جاش بقى ألسن ممكن اخش تربيه يعني حسب المجموع. وفي هذه الأثناء تواصل لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم وفقا للإجراءات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم. وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إن حصيلة عدد الطلاب المتقدمين للاطلاع على أوراق إجاباتهم للتظلمات بلغت 7,448 طالبا وطالبة.
تصدر محكمة جناح القاهرة الجديدة حكمها في قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ببث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت جنينة للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجناح في قضية اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم. أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي الانتهاء تماما من قوام انتظار مرضى فيروس سي المسجلين لدى وزارة الصحة على مستوى جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من اليوم. وقال الوزير إنه اعتبارا من اليوم سوف يصرف العلاج مباشرة لكل مريض جديد يقوم بالتسجيل على الشبكة الإلكترونية للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية دون انتظار قوائم. وأضاف أنه تم علاج 580 ألف مريض فيروس سي بتكلفة بلغت 2,668,000,000 جنيه. استضافت مصر يومي 26 و27 من يوليو الجاري عدة اجتماعات ضمت عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعددا من أعضاء المجلس الرئاسي، وذلك لإفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي لإيجاد الحلول المناسبة. وقالت وزارة الخارجية إن تلك الاجتماعات تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم الحلول السياسية على الساحة الليبية. بدأت العائلات الليبية العودة لمدينة سيرت بعد تحرير بعض مناطقها من داعش. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد كشفت أن إجمالي عدد النازحين في مدينة سيرت بلغ قرابة 90 ألف شخص، محذرة من تزايد الأعداد مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. احنا مهمتنا طبعا حماية الطريق الساحلي وتأمين الطريق الساحلي من مصراتة حتى سرت، تأمين العائلات المرجعة في المناطق المحررة، والتفتيش على البنزين. في بعض الأشخاص ناقلين كمية كبيرة من البنزين، نفتش عليهم ونحسوا فيها منهم خوفا من التسرب إلى الدواعش، وبعض منهم وجدناه يبيع فيها في بعض المناطق بسهم وهمي. يعني تنظيم داعش الإرهابي سيطر على مدينة سرت بالكامل، ومن ضمنها الضواحي، من ضمنها منطقة جارف، وتم بارتكاب عدة جرائم من أهمها صلب المواطنين في جزيرة الزعفران والتصفية ورميهم في المكبات وعلى الطرقات. صراحة أن الدين الإسلامي بريء منهم جدا جدا، ولا علاقة لهم بالدين. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي برودوفكين أن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لبحث اقتراحات المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا حول تطبيع الوضع في سوريا. من جانبه قال ديمستورا إن مسؤولين عسكريين من روسيا والولايات المتحدة سيحضرون إلى جنيف لبحث تفاصيل خطة التعاون في سوريا. وأضاف أن روسيا لم تستشر الأمم المتحدة بشأن مقترح الممرات الإنسانية في حلب، مشيرا إلى أن مخزون السلع الأساسية في مناطق سيطرة المعارضة في حلب يكفي من أسبوعين إلى 3 أسابيع. قدم جنرالان كبيران في الجيش التركي استقالتهما بعد يوم من تسريح قرابة 1700 عسكري من الخدمة في إطار الحملة الواسعة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة. وبحسب قناة CNN تورك، فإن جنرالين هما كمال باسوغول أوغلو وإحسان أويار اللذين يتوليان رتبتين مهمتين في القوات البرية. وأصدرت السلطات التركية أمس قرارا بعزل 149 جنرالا وأدميرال بما يمثل نحو 40% من إجمالي جنرالات تركيا. ومن المترقب أن يترأس رئيس الوزراء التركي اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى. عربيا، أكدت الحكومة الكويتية أنه لا تمديد للمشاورات بين الأطراف اليمنية، وذلك مع قرب انقضاء المهلة المحددة للجولة الثانية من المفاوضات الرامية للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن. وقالت مصادر حكومية كويتية إنها لم تستلم أي طلب رسمي لتمديد المشاورات أسبوعا إضافيا.
وتأمل الحكومة الكويتية بحدوث تقدم رئيسي على مسار المشاورات في اليومين القادمين، وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية وفد ميليشيات الحوثي وصالح بالمراوغة واستغلال المشاورات لتثبيت مكتسباته على الأرض. كشفت النيابة العامة في فرنسا رسميا عن هوية المنفذ الثاني للهجوم الذي استهدف كنيسة شمال غربي البلاد، وراح ضحيته قس تجاوز 80 من عمره. وبحسب القضاء الفرنسي، فإن عبد الملك نبيل بوتي جان شارك إلى جانب عادل كرميش في مهاجمة الكنيسة وذبح القس قبل أن يقتل برصاص الشرطة. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أدرجت بوتيجان على قائمة التطرف منذ 29 من يونيو الماضي. هذا وقد بث تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو قال إنه لمنفذي الهجوم الأخير على كنيسة في فرنسا الذي أسرع عن مقتل قس عجوز. وتحدث الرجلان باللغة العربية وأكدا ولاءهما لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وحمل أحدهما قطعة ورق مطبوع عليها علم التنظيم. وظهر مقطع الفيديو على موقع وكالة أعماق الذراع الإعلامية للتنظيم التي تنشر بياناته والدعاية الخاصة به، ولم يعرف مكان تصوير فيديو المبايعة الذي بثته وكالة أعماق. نشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الناخبين بالعمل على استمرار إرثه بمساعدة هيلاري كلينتون على الوصول إلى الفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وأثنى أوباما على كلينتون في مؤتمر الحزب الديمقراطي في فيلادلفيا واصفا إياها بأنها أكثر شخص مؤهل يترشح لإدارة البيت الأبيض. وقال أوباما إن أمام الناخبين خيارين اثنين، هما الأمل والخوف، مهاجما ما وصفه بالغوغائية المحلية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومتهما الحزب الجمهوري بتأجيج الغضب والكراهية في المجتمع الأمريكي. نشرتنا متواصلة معكم وفيها. وزير الصناعة من مدينة السادات يكشف عن طرح ملايين الأمتار للمستثمرين لإقامة مصانع. نتابع بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. بعد غياب دام نحو 5 سنوات، انطلق أمس المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والذي يستمر حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 60 فنانا ما بين عازفين ومطربين. وتضمن الافتتاح حفلا فنيا وغنائيا بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة يقدمون خلاله مختارات من أغاني أشهر المسرحيات العالمية. ومن المقرر أن يعاد افتتاح المسرح الروماني بعد غياب لسنوات، حيث يختتم المهرجان آخر حفلاته بالمسرح بمشاركة فريق على مر الأجيال. بهني مصر كلها وبهني الشعب الإسكندري بالعيد القومي، بهني الدكتورة إيناس عبد الدايم على الرقي اللي موجود في الأوبرا المصرية. دي إسكندرية العظيمة الولادة اللي هو بداية الفن فيها سيد درويش، هو ده اللي نشر الفن في مصر. حفل النهارده هو افتتاح المهرجان الصيفي في اسكندريه، ودي تجربه بنعملها لاول مره الحقيقه، ان احنا بنقدم الحفل من خلال اوركسترا ضخم زي ما شفنا، ومجموعه اصوات رائعه مصريه من فناني دار الاوبرا المصريه فرقه الاوبرا. وكان طبعا معانا الصوتين ضيوف علينا الحقيقه امتعونا جدا، رولا وعمر. بعمل انا صوت اله الترامبت بشفايفي ببقي من وانا صغيره، شفت فيلم كرتون اسمه ذا جانجل بوك، وفي قرد كده بيعمل صوت آلة الترامبت وهو بيغني، فجربتها كده ونفعت. حتى في المدرسه خلوني اعمل السولو ترامبت مع الكورال.
منطقة آثار الغربية تزدخر بالعديد من المعابد والآثار الفرعونية التي لا تقل أهمية عن آثار الوجه القبلي، والتي تؤرخ لعصور مختلفة مرت بها مصر، سواء العصور القديمة منها أو الحديثة. إلا أن قلة الدعم المادي يعد عائق أمام تحويل تلك المعابد لمزارات سياحية هامة. المزيد في التقرير التالي. من قال إن الآثار الفرعونية حكر على محافظات الوجه القبلي فهو مخطئ، فمحافظات مصر كل واحدة فيها ما يميزها، ومنطقة آثار الغربية خير دليل على ذلك، غير مقصورة على الأثريات الدينية كما يعتقد الكثيرون، بل الفرعونية أيضا. فهنا معبد بهبيت الحجارة بسمنود، معبد الإله إيزيس، المعبد الوحيد بوسط الدلتا المبني من الجرانيت الأحمر. عام 27 قبل الميلاد تعرض المعبد لزلزال ليصبح ركاماً. دلوقتي جهود وزارة الآثار في إعادة ترميمه وتركيبه بعمل ريكونستراكشن وإعادة بناء للمعبد مرة أخرى. ننظر إلى حال سمنود ويا ليت الزمان يعود، فكانت العاصمة الفرعونية للوجه البحري قديماً، لكنها الآن مهملة. وكذلك منطقة آثار أبو صير التي شهدت أول ثورة اجتماعية في مصر ضد الملوك. الآثار الفرعونية لم تقتصر في الغربية على منطقة سمنود فقط، بل تمتد لمركز بسيون وبالتحديد قرية صالحجر، فتضم آثاراً فرعونية تعود للأسرة 26، حيث كانت عاصمة مصر الرومانية وأكبر ممر تجاري في العهد الإسلامي، ولكنها وفي غفلة عين تحولت إلى مأوى للكلاب الضالة والماشية واللصوص. أما متحف طنطا الذي يضم ما لا يقل عن 880 قطعة أثرية نادرة فعفواً مغلق منذ عام 2000 حتى الآن. إن شاء الله بإذن الله بنتعاون مع المحافظات المختلفة ومع الجهات المختلفة من الدولة، نعد شبكة طرق، سلسلة فنادق وسياحة داخلية كمان. حتى ممكن السياحة الداخلية كمان تيجي تزور الآثار الجميلة اللي عندنا في الدلتا إن شاء الله. إحنا كوزارة آثار بالنسبة لنا ما فيش حاجة اسمها الصعيد ووجه بحري، هي آثار فلازم نحافظ عليها. أحوال لا تسر عدوا أو صديقا لم ييأس منها علماء الآثار، فالاكتشافات الأثرية مستمرة ولم تنقطع حتى في الوجه البحري. تمام، هو بعد الثورة حصل برضه اللي فيه رغبة في أسراء الفاحش، فالناس بدأوا ينقبوا عن الآثار. طبعًا كان في غياب الأمن ساعتها وكده، فكل واحد بيفكر اللي هو لو حفر تحت بيته أو حفر في منطقة مثلًا أثرية وكده، ده ممكن يطلع قطعة آثار يتاجر فيها حاجات زي كده. أهم ما يواجهنا هنا من مشاكل اللي هي عدم الوعي، عدم وعي الجمهور بأهمية الأثر، أو تأثير الدجالين. هم الناس بيعتبرون شيوخ شيوخ، أو الناس اللي بتأثر على فكر الجمهور والشعب عامة. في أثر فيه غناء سريع. أثار الغربية تاريخ عريق يثبت للعالم أن كل شبر في أرض مصر يعبر عن تاريخ طويل وعريق. ليتنا نقدر هذه الثروة التاريخية. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى الأخبار الاقتصادية. تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات برفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1.5% لامتصاص الأثر التضخمي الحالي، إلى جانب المساهمة في مقاومة عمليات الدولارة. وكانت اللجنة قررت يوم 16 من يونيو الجاري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%. يذكر أن المصريين يلجؤون في أوقات التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم إلى توظيف فوائد أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائد إذن يمتص الآثار التضخمي.
كذلك يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 10.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما 4.7 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة أذون لأجل 357 يوم 5.5 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العام الدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل عن طرح 1 مليون متر في مدينة السادات خلال شهر سبتمبر القادم لبناء مصانع، وخلال جولته في مدينة السادات حيث تفقد عدد من المصانع واجتمع أعضاء جمعية المستثمرين، أضاف الوزير أن هذه الأمطار ستطرح بمبالغ بسيطة لجذب المستثمرين والنهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد أنه تم طرح 1 مليون متر بمحافظة المنيا ونصف 1 مليون متر بمدينة بدر، كما سيطرح 1 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان بحق الانتفاع. يوم الحد اللي فات كنت في 6 اكتوبر بعمل جولة شبه الجولة دي، والنهاردة في مدينة السادات. الهدف زي ما انا قلت اتعرف عليه المشاكل اللي بيقابلها المستثمرين، بنشوف نقدر نساعده ازاي بحيث نقدر ننمي الانتاجية وننمي الصناعة بالقدر الكافي اللي يقدر يكفي سوق المحلي ويصدر او يمنعني الاستيراد، دول الاثنين. فاجتمعنا النهاردة مع المستثمرين كلهم في جهاز مدينة السادات، سمعت مشاكلهم، في حاجات نقدر نحلها على طول، في حاجات بتحتاج بعض الوقت سواء تشريعات مختلفة أو اتصالات بوزارات مختلفة، ودي احنا ملتزمين طبعا بحلها. حاجة تانية كان مهم ان انا ابتدي اشوف ايه الافتتاحات الجديدة للمصانع الجديدة او للمراحل المختلفة في خطوط الانتاج، لانه رجال الصناعة بالرغم من كل المشاكل اللي احنا فيها دي لا لسه بيستثمروا ولسه بيكبروا، وان شاء الله احنا يعني بدانا نلاحظ بدايه طفره كويسه جدا في الانتاج الصناعي. ما فيش شك ان مدينه السادات تعتبر من المدن العملاقه قوي في الصناعه، يمكن كان محتاج ان يتسلط عليها الضوء بالشكل اللي احنا فيه النهارده، والسيد وزير الصناعه الزميل العزيز المهندس طارق يعني جه النهارده يمكن علشان هذا الهدف، ويمكن احنا خدنا 4 مصانع بس من نموذج، احنا عندنا 658 مصنع، يعني مدينة السادات فيها 658 مصنع عامل وقائم. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض أعداد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بنسبة 59.9% في شهر يونيو الماضي، وبلغ عدد السائحين خلال الشهر الماضي 328.6 ألف سائح، ومن أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض روسيا الاتحادية بنسبة 49.8%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 11.9%، ثم ألمانيا بنسبة 8.6%، وبولندا بنسبة 5.2%. أما أكثر المناطق التي سجلت إفادة للسائحين فكانت منطقة أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط. نهاية النشرة، تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيسي يلتقي البابا طوادروس وأعضاء المجمع المقدس تأكيدا على وحدة النسيج الوطني. بعثت صندوق النقد الدولي تبدأ بعد غد محادثات دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. مكاتب التنسيق بالجامعات تبدأ في استقبال رغبات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار دوت تي في، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.